يحظى قطاع الناشئين بالأهل باهتمام خاص لدى مجلس إدارة النادي ولجنة التخطيط وبإشراف كامل من الكابتن محمود الخطيب الذي حمل على عاتقه أن يكون هو المصدر الأول للإمداد للفريق الأول. لم يكن المشوار سهلا نحو تطوير القطاع حتى يكون القوام الرئيسي للفريق الأول من أبناء النادي، فهناك جملة من اللاعبين المميزين بالفريق الأول مثل رأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف ومحمد مغربي وغيرهم، وبعضهم معار مثل عربي بدر. كان المشوار طويلا وصعبا واحتاج للعديد من المراحل حتى نصل إلى أن يكون القطاع هو الإمداد الأساسي للفريق الأول. مراحل تكونت من تطوير وتحديث البنية التحتية والملاعب وحتى القطاع الطبي للناشئين، بجانب التطوير الفني للمدربين وكذلك هيكلة الشق المالي بإبرام عقود محترفين للاعبين المميزين مبكرة. وهناك لاعبون لهم تجارب رائعة ومنهم عبد الرحمن مانو ومحمد رضا، وهم ضيوف حلقة اليوم في الأشبال. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما احنا شفنا في التقرير السابق اهتمام كبير جدا من قبل النادي الأهلي ومجلس الإدارة ولجنة التخطيط وقطاع الناشئين، وده ظاهر كمان في البنية التحتية في الملاعب في الإمكانيات المتوفرة جدا لقطاع الناشئين. إن شاء الله في المستقبل هنشوف لعيبة أكتر وأكتر بخرجهم قطاع الناشئين كما كان معتاد من قطاع الناشئين. وشفنا في الفترة السابقة لعيبة، شفنا محمد عبد المنعم، شفنا أحمد عبد القادر، بنشوف محمد أشرف اللي بدأ يدخل دلوقتي، شفنا لعيبة كتير. وبرضو معايا اتنين من لعيب الشباب، اتنين نتوقع ليهم إن شاء الله مستقبل كبير جدا، أيضا اتنين من اللعيبة المميزة. محمد رضا، شرفنا ونورنا يا محمد. ايوه يا كابتن اسامه، ربنا يخليك. انا مبسوط ان انا مع حضرتك طبعا وفي قناه النادي الاهلي. عشان برضه جمهورنا النهارده يعرف، يا محمد انت من اللعيبه اللي بتلعب فريق الشباب، تلعب في مركز وينج صح؟ او مركز 10؟ بلعب 10 تحت الفيرويد وبلعب على الاطراف برضه. على الاطراف. ايضا لعيبنا اللي مشرفنا الثاني عبد الرحمن اشرف مانو، لعيب برضه من اللعيبه المميزه، كان ليه برضه تجربه سابقه في فيوتشر خلال الفتره السابقه ادى فيها واخد بطوله كاس الرابطه مع فيوتشر. مشرفنا ونورنا عبد الرحمن. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن، انا متشرف ونور مع حضرتك، وان شاء الله تكون حلقه حلوه الجمهور يستمتع بيها باذن الله. مش اول مره ليك معانا في الاشبال؟ لا لا، ثاني مره وان شاء الله ما تكونش اخر مره. ان شاء الله نستضيفك بقى وانت مكسر الدنيا مع الدرجه الاولى ان شاء الله. ان شاء الله. نبتدي مع محمد رضا من على يمين. كم سنه دلوقتي في النادي الاهلي يا محمد؟ انا والله جبت من مؤسسين النادي تقريبا بقى لي 13 سنه كده. ما شاء الله، دخلت انت ولد صغير بقى. من 2008 تقريبا بدات في الاكاديميه، اكاديميه النادي، قعدت سنتين. كان عندك كام سنه وقتها؟ كان عندي 6 سنين بالظبط. قعدت سنتين لغايه 2010 كده. في الوقت ده كان فريق 2002 بيتكون عندنا في النادي، فالحمد لله كنت واحد من الناس اللي موجوده بس. ومن ساعتها بقى يعني في تصفيه كل سنه، في ناس بتدخل على الفرقه، في ناس بتطلع، ناس بتمشي، انا الحمد لله يعني موجود. فده نجاح بالنسبه لي ان انا لغايه دلوقتي لسه موجود. اخرهم طبعا لما فريق 2002 اتلغى وطلعنا من 2001. انت مواليد 2002 صعدت مع 2001. دي كانت اخر تصفيه بالنسبه لنا. كان مستر مايكل وكابتن ياسر رضوان، الحمد لله كان كنت من اول الناس اللي طلعت يعني من 2001. دي صورتك كنت صغير؟ شفت، هتلاقي كل الجديد عندنا هنا في برنامج الاشبال. مين اللي رشحك وانت في الاكاديميه علشان تنضم لقطاع الناشئين؟ كان كابتن عبد النبي عاشور، كابتن احمد عبد الباقي، كانوا هم ساعتها اللي موجودين في الاكاديميه، وكان كابتن احمد سمير هو اللي ماسك فريق 2002 في الوقت ده. بس يعني مش عايز انسى حد طبعا، في ناس كتير عدوا عليا، ناس كتير جدا يعني في الفتره دي، فتره مش قليله طبعا 13 سنه يعني. بس يعني وهدفي ان شاء الله ان انا افضل مكمل لغايه الدرجه الاولى باذن الله. ان شاء الله يجي لك الفرصه ان شاء الله مع كولر وتمسك فيها ان شاء الله، واحد من العناصر الاساسيه. عبد الرحمن مانو من اللعيبه المميزه جدا، بتلعب في نص الملعب، ديفندر في نص الملعب. انضميت للنادي الاهلي وانت عندك كام سنه الاول؟ انضميت للنادي الاهلي وانا 9 سنين. 9 سنين ما شاء الله. فدلوقتي بقى لي داخل. مين وداك النادي الاهلي؟ كان عن طريق الاختبارات. اختبارات؟ ما حضرتش الاكاديميه الاول؟ لا لا، زي محمد رضا. لا لا، كان عن طريق الاختبارات دخلت، كان كابتن عبد العزيز عبد الشافي اللي موجود وقتها. بعدها اختارني ودخلني وسط الفرقه،
كان وقتها كابتن بشير حنف اللي ماسك الفرقة وتولي زمام الأمور يعني. بعدها جه كابتن ياسر رجب، وبعدها بدأت ألعب بقى، وداخل دلوقتي في 15 سنة موجود في النادي الأهلي. دي مباراة الأهلي والزمالك اللي احنا زعناها لكم كانت من كام يوم، فاز النادي الأهلي 2-1. دي بعض اللقطات منها، عبد الرحمن مانو شارك من أول المباراة وأحرز هدف، ومحمد رضا نزل في الشوط الثاني وأدى أداء رائع. شايف التجربة واحنا بنذيع مباريات الأهلي لقطاع الناشئين، وبدأت الناس تعرف كل القطاع دلوقتي، كل اللعيبة موجودة في قطاع الزمن؟ لا، دي طبعا فرصة لتسويق لعيبة النادي الأهلي. أنا شفت متابع حلقة ده الهدف بتاعك، الهدف الأول. فزي ما بقول لحضرتك، أنا دي فرصة للعيبة تسوق نفسها، دي فرصة الناس دي تظهر، النور يجي عليها، تبان، يبقى سهل. حتى زمان كانت الماتشات بتتلعب في الجزيرة، فكان سهل التواصل يعني، المدير الفني يشوفه بالظبط. لكن دلوقتي لا، التصوير ده سهل المدير الفني الدرجة الأولى يشوف اللعيبة دي، يتفرج عليها. خصوصا المدربين دلوقتي في الدرجة الأولى، أي مدرب بيجي بيهتم ويبص ويتابع الحاجات دي، تسهل له اكتر ان هو يشوف بعينه ويتفرج على اللعيب. فتجربه طبعا تجربه محترمه وجديده يعني، ما شفناهاش قبل كده يعني. كويس. رضا مانو بيقول كان زمان المباراه تلعب في الجزيره، فسهل المدير الفني يشوفها. النهارده احنا بدانا نذيع المباريات، كولر جالكم المباراه كمان، كولر اصطحب الجهاز الفني، كابتن سيد عبد الحفيظ، اعضاء مجلس اداره كانوا موجودين. فالنهارده كان في يعني حضور كبير جدا للمباراه، شفت حضور الجهاز الفني وكولر ازاي؟ والله يا كابتن دي حاجة أكيد كويسة جدا طبعا، بس كانت عاملة علينا ضغط بصراحة قبل الماتش. حتى كابتن شريف يعني أول مرة نعيش الأجواء دي، إن الناس كلها جاية تتفرج علينا الماتش، بس المفروض تبقى حافز يعني. أنا طبعاً أختلف معاك في الكلمة شوية، المفروض تبقى حافز ودافع، إن أنا النهاردة جايين يتفرجوا عليا، فأنا عايز أعرض بقى البضاعة زي ما بقول يعني. أكيد أكيد دي حاجة كويسة طبعا، وخلتنا كل واحد طلع كل اللي عنده. فدي حاجه كويسه جدا. وكابتن شريف قال لنا الناس يعني هتبقى موجوده الفتره اللي جايه كتير، فما تخافوش، كل واحد يطلع اللي عنده عشان يعني الدنيا تبقى سهله فوق ان شاء الله يعني. اكبر عدد ممكن يطلع مننا يعني. النهارده حصل في كلام بعد المباراه، كابتن شريف عبد الله قال لكم ايه بعد المباراه بعد فوز على الزمالك؟ والله كابتن شريف قبل الماتش الاول المفروض كنت هبدا. هو قال لي، جه كلمني وكده، قال لي انا مش هبدا بيك النهارده. انا طبعا عايز العب في 3 في نص الملعب. انا كنت زعلان جدا طبعا، عشان ماتش زي ده كنت مستنيه طبعا وكده. بس فهو جه اتكلم معايا قال لي انا مش هبدا بيك النهارده. بس انا بقى بعض اللقطات لما نزلت عملت شغل يعني، شغل هايل في الشوط الثاني. هو اتكلم معايا بعدها قال لي شفت، انا يعني ما كنتش معادك، انا كنت معادك لسبب معين، ان انت هتنزل، انت بتنقلنا من ورا لقدام دايما، الشوط الثاني بيبقى فيه مساحات اكتر على طول يعني، فانا مش عامل حاجه تضرك. بس يعني الحمد لله. مانو يعني قليل جدا لما تشوف لعيب نص ملعب ومدافع وبيسجل. في مباراه الزمالك سجلت، خدت مكان احساس الهداف. يا ريت نعرض الهدف الاول، الهدف الاول للنادي الاهلي احرزه عبد الرحمن اشرف مانو، هدف من الاهداف الحلوه، كان بالراس وكان فيها متابعه. اتفضل معانا الهدف يا سمير. طيب هيقول لك يعني طلباتك اوامر، الهدف هيكون بعد ثانيه موجود دلوقتي. كانت تعليمات من كابتن شريف في الكره الثابته. هي اصلا لحضرتك تابعت الكوره من البدايه. هي تركه متفق عليها كابتن شريف، تتعمل على البعيده وانا بكمل. حتى لو حضرتك تابعت جون الاسماعيلي هو نفس الشكل، هجيب لك جون الهدف الاسماعيلي، هدف من الاهداف العالميه اللي احرزه عبد الرحمن اشرف معانا. فهي التركه معموله عشان الحته دي، عشان الفولو. لما الكره تروح على البعيده انا بدخل بكمل، ببقى انا كاني الفروت. لكن نرجع للحته اللي حضرتك بتتكلم عليها، ان انت يعني مش كتير بتشوف لعيب نص ملعب وبيجيب عنده حاسه التهديف بالظبط يعني. لما بيدخل ال 18 بيبقى ممكن تلاقي الكره فوق، الكره تحت عنده. فممكن دي انا اكتسبتها بشكل كبير في اعارتي للفيوتشر. اشتغلت عليها بشكل كبير هناك. كابتن علي ما بيحبش النص ملعب التقليدي. كويس. لا، انت لازم ليك دور هجومي زي ما ليك دور دفاعي. لازم ده ولازم ده، فلازم يكون عندك الحتتين. طب ده هدف الاسماعيلي، هدف الاسماعيلي المباراه اللي فزتوا على الاسماعيلي منذ ايام قليله بثلاثيه، ده هدف عبد الرحمن اشرف مانو، هدف من الاهداف العالميه. لما تلاقي لعيب وسط ملعب ومدافع يحرز الهدف بالمهاره دي، فلا عنده حس تهديف، هدف من الاهداف الحلو. والله يا كابتن، هو في الاول وفي الاخر ده توفيق من ربنا. الحمد لله. لكن زي ما بقول لحضرتك، ده ممكن تعب
تعب فترة كبيرة، وربنا بيكافئك بالحاجات الصغيرة دي. لكن هو في الأول هو الفرقة هي اللي بتكمل الواحد ان هو يعمل يوصل للنتيجة دي. فلو حضرتك تابعت الكورة زي ما بقول لحضرتك هي تركة، ده شغل كابتن شريف. وبترجع خطوتين كمان ورا عشان يعني ولا احسن مهاجم. ايوه كابتن اتعلم من حضرتك. ولا احسن ده خلي بالك ده جون زي جون اللي احرزه البرازيل في كاس العالم. جون ريتشارلسون. ايوه غالبا معظم الناس شبهته بيه، لكن انا بقول لحضرتك احنا الحاجات دي بنكتسبها من حضراتكم والفرجة على حضراتكم. لكن هي في الاول وفي الاخر هو توفيق، وزي ما بقول لحضرتك هي بس الفكره كلها ان هي مجموعه اشتغلت عشان توصل في الاخر للنتيجه دي. فده بيرجع الاول والاخر على زمايلي اللي قدروا ينفذوا شغل الكابتن شريف وفكر الكابتن شريف. زي ما قلت لحضرتك دي تريكه متفق عليها، وجونين اهو ورا بعض في ماتشين وفي كرات ثابته. في كرات ثابته هي هي نفس الكوره. لو هما رجعوها تاني هتلاقي ان نفس التريك معموله في الجونين، في جون الزمالك وجون الاسماعيلي. هنجيب هدف الزمالك معانا، احنا زعنا المباراه هنا هيكون معانا دلوقتي. رضا قول لي ابرز التعليمات اللي دايما الكابتن شريف عبد الفضيل حريص ان هو دايما يوجهها لك في التمرين. والله يا كابتن، هو كابتن شريف مجتهد جدا بصراحه. يعني دايما محاضرات، دايما شغل تكتيك كتير. ودي الحاجه اللي بتخلينا شكلنا كويس في الماتشات. يعني زي ما حضرتك عارف احنا اخر خمس ماتشات والجون بتاع الزمالك طبعا والجون بتاع الاسماعيلي، لا ده نتيجه شغل يعني، ده ما بيجيش كده لوحده. طبعا في التمرين بنشتغل على الحاجات دي كتير جدا جدا. يعني دي اكتر حاجه بياكد عليها شغل التكتيك اللي هو قبل الماتش. بس فهو دايما مركز معانا وعايز يخلينا نوصل لحاجه كويسه يعني. دايما بتتابع ماتشات الدرجه الاولى طبعا. مين اكتر لعيب بيعجبك في الدرجه الاولى؟ اكتر لعيب في الدرجه الاولى قفشه. بحب قفشه جدا عشان بيلعب في مكان 10. لا انا بحبه، هو لعيب كوره جامد جدا. طيب يعني ايه اللي بيعجبك في قفشه عشان انت بتعلم دي اللي انت لعبها دي يا محمد علي صح؟ كوره انت في مركز 10. بصوا شايف عبد الرحمن مانو دخل برده 18 ودايس عايز يكمل ويجيب هدف. عندك الحته دي يا مانو؟ ايوه انا زي بقول لحضرتك التكمله دي النهارده انت لازم تبقى نص ملعب عصري. بتتفرج الناس بره والديفندر بره بيجيب اجوان وبيكمل ده حلو برضو الهدف ده محمد رضا. دي مباراه البنك الاهلي، ماتش البنك الاهلي. البنك الاهلي هدف برضو من الاهداف الحلوه والتكمله دخول ال 18. زي ما بقول لحضرتك نص ملعب دلوقتي مطالب ان هو يكمل ومطالب ان هو يسجل اهداف، لان لازم تبقى لعيب عصري بتواكب الوقت اللي احنا فيه. فانت النهارده لازم تكون انت بتسجل اهداف وبتدافع، مش بس مقتصر انك راجل بتقطع الكره وتسلم. لا، الكره دلوقتي بقت متطوره، لازم انت تكمل ولازم تكون موجود وليك دور هجومي زي ما ليك دور دفاعي زي ما قلت لحضرتك. هروح لفاصل وبعد الفاصل هعرض لك بقى ايه هدف الزمالك عشان نشوف التكمله الهجوميه وايضا نستمتع بلقطات واهداف محمد رضا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. محمد رضا وعبد الرحمن مانو ما شاء الله الاعداد عامل لكم شغل حلو قوي النهارده. عشان اثنين نجوم وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه نشوفكم مع الدرجه الاولى. مانو شافك وانت بتحمل كاس الرابطه السنه اللي فاتت، لعبت نص مع النادي الاهلي. طيب قبل ما نروح للرابطه زي ما وعدناك هدف الزمالك فوز على نادي الزمالك ده الهدف الاول، وهدف الاسماعيلي هدف الاسماعيلي من الاهداف العالميه، وفي نص الشاشه الشمال هدف الزمالك. لو اتفرجت حضرتك زي ما بقول لحضرتك هي تريكه، لو الجون اتعاد هتلاقي ان التريكه الكره بتعمل على البعيده وانا بقطع على الكره الثابته بالظبط. فهي نفس ال هدفين زي بعض على البعيده وبتدخل ال 18 تاني وانت التكمله وانا التكمله والرؤيه بالظبط. بس كويس انك بتكون محضر نفسك في كل لعبه سواء بالرجل سواء بالراس، مجهز نفسك بالظبط. وانا بقول لحضرتك لما تكون انت عارف ان هي التريكه هتتعمل عشانك، انا زي ما بقول لحضرتك كابتن شريف بيعيدها في التمرين اكتر من مره. فانت بتبقى عارف ان التريكه كلها معموله عشانك، عشان انت هتكمل هتجيب جول. فبس توفيق ربنا، ربنا بيكرمك ويديها لك زي ما حضرتك بتشوف تلعب مره واثنين وانت اللي تجيبها، فالحمد لله يعني. تمام. رضا طلعت مرات مع الدرجه الاولى قبل كده؟ كابتن السنه اللي فاتت طلعت تمرينه. كان مع مين؟ موسيماني؟ مع مستر موسيماني. الاجواء كانت كويسه جدا طبعا. الحاجات دي طبعا بتديك ثقه في فرقتك. يعني كانت حاجه عايزه تتكرر تاني. هتتكرر ان شاء الله، تتكرر باذن الله. خلي بالك احنا دلوقتي بنقول الدنيا قريبه. كولر لما يجي النهارده كان ممكن يتفرج
الجزيره، الراجل جه النهارده وجه مدينه نصر وقعد في الملعب عشان يشوف اللعيبه كلها، بالظبط. يبقى كله دم عينيه، وزي ما شفنا بطوله الرابطه السنه اللي فاتت هنشوف السنه دي ممكن لو بطوله الرابطه وقيمتها تبقى في فرص ثانيه. اكيد يا كابتن ان شاء الله. هو كابتن شريف اصلا يعني هو بصراحه بيساعدنا جدا في الموضوع ده. يعني هو شغال معانا السنه دي عشان الحته دي. كويس. عشان الدرجه الاولى. انت دلوقتي عندك 20 سنه، انا جاي اسوقك. وهو دايما بيقول لنا الناس جايه تتفرج عليكم، الناس مهتمه بيكم جدا. فهو عايز يشوفنا في المكان ده يعني، وفي ظهرنا دايما. وهو في ظهرنا دايما يعني. مانو، نص الرابطه لعبت مع الاهلي والنص الثاني لعبت مع فيوتشر وتوجت ببطوله الرابطه. والله يا كابتن انا بس بطوله الرابطه دي ليها يعني حاجه خاصه كده جوايا يعني، كانت هي الحمد لله شاركت فيها. شاركت فيها مع الاهلي في ثلاث ماتشات، دي الصوره مع الكاس. فالحمد لله خرجت لعبت كملت النص الثاني مع فيوتشر، ربنا كرمني بالبطوله. النص الاول مع الاهلي مع الشباب اللي لعب وخد فرصه، اديت اداء رائع والناس اثنت عليك كمان. والله يا كابتن في الوقت ده كان كله بدعم مستر موسيماني طبعا، دعمني في وقتها بشكل كبير، حتى هو نفسه اللي اداني في المؤتمر الصحفي بعد الماتش هو اللي اهداني رجل المباراه. فدي كانت حاجه كبيره، وكان اول ماتش ليا رسمي مع النادي الاهلي. فكان ده دافع كبير طبعا انك تخرج. لما خرجت مع فيوتشر شاركت في 14 ماتش لاول اعاره ليا في 6 شهور، فدي كانت برضو انا بعتبرها يعني ناجحه. كان نفسي اكمل لكن النادي ليه رؤيه تانية، فطبعا انا بحترمها، واحنا انا منتظر يعني باذن الله مهيئ نفسي غالبا ممكن اخرج في شهر واحد اللي جاي. فلسه انت عموما تحت امر النادي الاهلي. طبعا تحت امر النادي الاهلي. في اعاره موجود النادي الاهلي الدرجه الاولى، كولر طلبك موجود وجاهز. طبعا احنا ده الاساس. فاحنا مش هنفكر في بره قبل هنا. صح. النادي الاهلي هو بيتنا كلنا واحنا اللي اتربينا فيه. بقول لحضرتك بقى لي داخل في 15 سنه في النادي الاهلي، فالطبيعي لما النادي الاهلي يقول لي انت هتقعد انا تحت امر النادي الاهلي، هتخرج انا تحت امر النادي الاهلي في اي وقت من الاوقات. فزي ما بقول لحضرتك انما عارتي مع فيوتشر استفدت منها بشكل كبير جدا جدا، بس حبي في ان انا اخرج تاني ان انا اخد خبرات، مع احترامي لبطوله الجمهوريه ايا كانت، ولكن الاحتكاك في الاحتكاك في الدرجه الاولى مختلف مختلف ودوافع اكبر. ممكن وانت في سنك الصغير تروح منتخب مصر، فهي دي الدوافع في الاول وفي الاخر كله بيصب في مصلحه النادي. حقيقي عجبني جدا كلامكم وشخصيتكم، بتمثل شخصيه النادي الاهلي. رضا قول لي مين لما طلعت مع الدرجه الاولى اتمرن، مين اول واحد استقبلك في الدرجه الاولى؟ كان كريم فؤاد. كريم ما شاء الله، كريم دلوقتي بيمر بافضل فتراته مع النادي الاهلي دلوقتي. لعيب مجتهد جدا يا كابتن، حتى هو في الملعب كان اكتر واحد بيديني الثقه، كان بيتكلم معايا على طول بيقول لي اعمل ايه وكده. فلا شخصيه محترمه قوي يعني، هو ماشي كويس قوي الفتره دي ما شاء الله. شفنا دلوقتي مع مستر كولر بعد ما تولى النادي الاهلي، شفنا دلوقتي البوزيشن الجديد بيلعب فيه وبيلعب باك رايت، بنشوف دلوقتي حاسه التهديف وبيسجل ما شاء الله، بيأدي افضل فتراته دلوقتي مع النادي الاهلي. شايف فكره الاعاره ازاي؟ يعني الفكره النهارده عبد الرحمن مانو طلع وخد خبرات، شفنا قبل كده محمد عبد المنعم واحد مقطع الناشئين، شفنا قبل كده احمد عبد القادر اللعيبه، حته او فكره الاعاره شايفها ازاي؟ هو التارجت دلوقتي بس يا كابتن ان انا ابقى موجود فوق، دي اول حاجه بفكر فيها طبعا. بعد كده فكره الاعاره دي تبقى حاجه كويسه جدا لو انا عن طريق النادي الاهلي، عن طريق النادي الاهلي، ولو دي حاجه هتخليني ارجع بعد كده العب واظهر بشكل احسن. فدي حاجه كويسه بس يكون التوقيت مناسب. بس كويس. مين المدرب في قطاع الناشئين اللي ترك فيك بصمه دايما بتتذكره تقول ان المدرب ده صاحب فضل عليا وتعلمت منه؟ هم كتير والله يا كابتن، مش عايز انسى حد طبعا، بس في كابتن سامر، سامر عبد الرحمن. سامر عبد الرحمن طبعا من المميزين، كان في 2005 السنه دي بس مشي. كابتن سامر مدرب كبير قوي يعني، وكابتن عمرو، كابتن عمرو انور السنه اللي فاتت. مدربين مميزين. كابتن عمرو يعني انا بعزه جدا يعني، مدرب كبير. وكابتن شريف دلوقتي بصراحه، كابتن شريف عامل معانا شغل كويس قوي يعني، وان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي. بيفرجكوا على ماتشات مصارعه ولا حاجه؟ كابتن شريف دمه خفيف، بيحب الجيم قوي. ما كان هو لعيب بقى معانا في الاهلي،
دايما يعني اللعبه الثانيه بعد كره القدم بتتفرج على المصارعه. فكان من كتر فوجئته على المصارعه كان بيمثل علينا احنا المصارعه في التمرين. هو يسيب شعري في حاله بس يا كابتن عشان هو مش هينزلني التمرين بكره لو ما حلقتش شعري. لازم تقص شعرك؟ اه خلاص عندنا في القناه هنا ممكن تقص شعرك عشان تبقى جاهز بكره للتمرين. مانو قول لي مين المدرب اللي في قطاع الناشئين او حتى لما طلعت مع الدرجه الاولى ترك فيك بصمه وتعلمت منه كتير؟ والله يا كابتن لو هتكلم فكل مدرب ساب فيها بصمه، لكن التاسيس والنشاه كانت على قد كابتن ياسر رجب. يعني انا لو هذكر اسماء فناس كتير جدا. كابتن ياسر رجب طبعا واحد من ابناء الاهلي وما شاء الله في قطاع الناشئين في بتروجيت عمل طفره طبعا. طبعا مدرب محترم ومجتهد وبيحب شغله ودايما بصراحه يعني راجل قريب من ربنا وبيراعي ربنا في شغله. كابتن امين عرابي اول حد عمل لي عقد في النادي وكنت في سن صغير. كابتن مدحت طه، كابتن عمرو انور طبعا ما اقدرش انساه، ودلوقتي اهو كابتن شريف. انا عايز بس اقول كلمه في حقه بصراحه، كابتن شريف مدرب عصري ومدرب من الناس فعلا اللي قدام ممكن هيبقى ليها شان باذن الله في مجال التدريب ده، لان هو مدرب عصري وبيشتغل على الحتت يعني متطور ومعاصر ومواكب الفتره اللي احنا موجودين فيها والتطور اللي حاصل في الكوره دلوقتي. بس اخيرا عشان وقت برنامجنا، طموحاتك يا مانو مع النادي الاهلي؟ والله يا كابتن طموحاتي ان اكون موجود وسط النادي الاهلي على الاقل الفتره اللي جايه، احقق اكبر عدد ممكن من البطولات مع النادي الاهلي، ده اللي احنا اتربينا عليه جوه النادي الاهلي، فطموحاتي يعني ان انا احقق اكبر عدد من البطولات مع النادي الاهلي. ان شاء الله تحقق طموحاتك وتطلع الدرجه الاولى وتحقق اكبر عدد من البطولات. ايضا محمد رضا، طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ طموحاتي يا كابتن والله ان انا ابقى موجود فوق يعني على الاقل الفتره دي ان شاء الله. بعد كده بقى نقدر نحقق البطولات اللي احنا متعودين عليها طبعا من واحنا صغيرين. احنا من واحنا 6 سنين مفيش حاجه غير البطوله، مفيش حاجه غير المكسب، فدي حاجه كويسه يعني، دي حاجه اتزرعت جوانا من واحنا صغيرين جدا فاحنا كبرنا عليها، دي مش هنلاقيها في اي حته غير النادي الاهلي طبعا. وانا بقول لكم ان شاء الله الفرصه هتيجي وهتيجي قريب، بس لما الفرصه تيجي انا هكون على اتم الاستعداد عشان لما اتحط في المكان المدرب هيعتمد عليا فيه ان شاء الله تكونوا قدها وقدود ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا رضا. حبيبي يا كابتن اسامه ربنا يخليك. شرفتنا ونورتنا مانو، كل التوفيق ليك ان شاء الله وكل التوفيق لمحمد رضا. ربنا يخليك يا كابتن. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبشكر ضيوفي محمد رضا وعبد الرحمن مانو، واتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق. نشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال.